كويس فكرتني. ماشي، ده كده المحاضرة دي هتنزل على 3 أجزاء. طيب اون مي خلاص بقى بيقول لنا كده ذا ستيتمنت انكلود ديبت ميمو 40 فور برينتنج اوف اديشنال كومباني تشيك. دي اول معلومه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي البنك ستيتمنت بعت لنا ان احنا اتخصم من حسابنا، اتخصم من حسابنا 40 دولار اللي هي مصاريف بيسموها مصاريف دفتر الشيكات. طبعا احنا ما عرفناش ان اتخصم غير لما جالنا البنك ستيتمنت، فعشان كده هناخد ال 40 دي وهنروح نخصمها من حسابنا بيربو. هنقل لكم بس الشاشه بتاعت الحل، معلش احنا ايه، نروح كده للشاشه بتاعت الحل اهو، هنلاقي اول رقم، انا همشي معاكم رقم رقم، ال 40 دي تمام، بيقول لي دي هتتخصم، ادي الكاش بالانس بير بوكس 3781 مصاريف كشف الحساب اللي هي المعلومه كانت رقم واحد دي 40 تتخصم طبعا. ده اول حاجه. طيب نرجع تاني للكتاب، كتاب كده ظاهر عندكم المعلومه رقم 2، هنا في ايرور كاش سيلز 836. ركزوا بقى معايا، كاش سيلز يعني ايه؟ يعني المفروض دي فلوس جات لنا ب 836 اون ماي 12 وير ديبوزيتس ان ذا بانك، ودي بعتناها خلاص للبنك، يعني خدنا ال 836 بالفلوس دي وبعتناها للبنك، يبقى المفروض البنك سجلها 836. تعال بقى نشوف الشركه عملت ايه. ذا كاش ريسيبت جورنال اللي هو الجورنال اللي جوه الشركه انتري اند ديبوزيت سليب وور انكوركتلي ميد فور 886، يعني الشركه سجلتها ب 886 صح كده؟ والبنك عملها طبعا صح. حلو، يبقى الغلط هنا عند الشركه ولا عند البنك؟ عند الشركه، بالفرق بين الرقمين دول. طيب اطرحوا الرقمين دول من بعض يا اولاد كده، لما هنطرح كده مع بعض 8 8 6 ده اللي اتسجل غلط، ناقص 8 3 6 ده اللي المفروض كان يتسجل صح. المفروض 8 6 ناقص 8 3 6 يطلع 50 دولار صح كده؟ ال 50 دولار الشركه مسجلاهم بالزياده، الشركه سجلتهم بالايه؟ بالزياده. يبقى احنا المفروض نعمل ايه؟ نطرحهم ولا نضيفهم؟ نطرحهم. نطرحهم. فهنروح كده للحل ونشوف دول حصل فيهم ايه. فبيقول لي هسهر لكم بس الاجابه، بيقول لي ايرور اللي هو ده اللي انا بهايلايتد عليه ده، ايرور اون مي كذا، ايرور اون مي كذا بكام؟ ب 50 دولار. تجيبهم منين ال 50 دولار؟ 8 8 6 بوينت 15، 8 3 6 بوينت 15، الفرق بينهم كام؟ 50 دولار. الشركه كانت مسجلاها في الشركه كانت مسجلاها بالزياده، عشان كده احنا طرحناها. طيب نرجع تاني للتمرين. المعلومه رقم 3. لو سمحت بس اقفلوا الموبايلات عشان الكلام ده. المعلومه رقم 3 احنا خدناها قبل كده مع البنك. نيجي بقى للمعلومه رقم 4. On May 18 the company issued a check. The company issued a check رقم كذا ب 8658 to Linda Garrison on account. The check cleared the bank on May كذا was incorrectly journalized and posted by تمام ب 658. يعني برضو هنا في حاجة حصلت غلط تمام، بس خلينا نركز في الستيتمنت عشان نشوف الغلط ايه هو بالظبط. بيقول لنا هنا ان الشركة اصدرت شيك لحد ب 8 سوري 685 ده الشيك صح؟ ماشي. لما الشركة كانت تسجله سجلته ب 658. احنا لما اصدرنا شيك لحد معناه ده اتخصم، المفروض اللي كان يتخصم من حسابنا 685. احنا بقى كتبنا ان اتخصم من حسابنا 658. تعالوا نشوف الفرق ده، والفرق ده يبقى عباره عن ايه؟ 27
27 نحسبه عشان بقيه الناس. 6 8 5 ناقص صح كده 6 5 8 يطلع 27. ال 27 دول احنا كنا المفروض نسجل نخصم من حسابنا 6 5 8، خصمنا 6 5 8 بس، يعني نقصنا اللي المفروض يتخصم ب 27. يعني احنا عندنا بنسميها كده ماينس اماونت المفروض كان يتعمل ب 27 صح كده مظبوط. احنا خصمنا 6 8 5 صح، واحنا هنا عندنا 6 5 8. لما روحنا بقى للاجابه كده نشوف، فبيقول لنا الرقم الزياده الرقم اللي المفروض كان يتخصم 27 حطيناه هنا اهو اللي انا هايلايتد عليه حالا دلوقتي. ده برضو لس ماشي ولس ليه يا اولاد؟ انا المفروض الحل مش ظاهر يا دكتور. نعم الحل مش ظاهر، سوري هجيب الحل كده. الحل ظاهر؟ لا ظهر كده ظهر اللي هو الهايلايتد اللي انا هعمل عليه هايلايتد حالا ده اللي هو 27 ده تمام. انا عاوز اشرحها تاني 27، بس 27 دي بيقول لنا عليها ايه ماشي. انا كان في المفروض شيك اديته لحد ب 685 حلو كده، لما جيت اسجله عندنا سجلته ب 658، يعني انا نقصت من القيمه اللي المفروض كانت تتعمل 27. طب القيمة دي كلها بتطرح، أنا نقصت من الحاجة اللي بتطرح 27، فلازم أنقص تاني، يعني أكمل الطرح اللي هو كام؟ 27. فعشان كده أنا مش فاهمة. تاني، أنا مدي شيك لحد ب 685 دولار، يبقى المفروض بندي له شيك عشان يصرفه، يعني يتخصم من حسابي، صح كده؟ فالمفروض أنا أخصم من حسابي عندي في الشركة كام؟ 685، صح؟ لما جيت أسجل الشيك ده دكتور الصوت بيقطع. سامعني؟ أنا قافل الصوت على الناس كده. سامعين؟ الصوت عندنا احنا بيقطع. طب سامعين كده؟ سامعين؟ كده تمام يا دكتور. ال 27 دي ليه بتتخصم؟ دلوقتي أنا اديت شيك لواحد من السبلاير بتوعي ب 685، روح المفروض انا اخد 685 واكتبهم عندي بالماينس. انا لما جيت اكتبهم عندي بالماينس كتبت 658، يبقى انا عملت حاجه غلط ولا ما عملتش حاجه غلط؟ بكام الغلط؟ 27. 27 ال 27 دول كان المفروض يطرحوا ولا ما يطرحوش؟ يطرحوا. فانا طرحتهم، انا صححت الغلط وطرحتهم لان انا كتبت القيمه اللي بالماينس اقل من اللازم. ده القصه كلها تمام كده. طيب نروح للترانزاكشن بعد كده. الترانزاكشن رقم 5 بيقول لي كده، في 3000 نص ريسيفبل ووز كولكتد باي ذا بانك فور ريبير كومباني اون ماي 30 كذا بلس 80 انترست. طيب نمشي واحده واحده. في واحد من الكاستمر راح حط لي في البنك 3000 دولار وكمان دفع عليهم انترست ليا انا 3000 دولار وكمان دفع عليهم انترست 80 دولار، يعني الراجل ده حط لي في البنك 3080 دولار وانا ما عرفتش المعلومه دي غير لما البنك ستيتمنت جات لي. مظبوط كده؟ يبقى معنى كده تمام ان المفروض انا اكتب عندي بالزياده 3080 دولار. بس نستنى، وبيقول لي البنك عمل تشارج 20 دولار، يعني البنك خد من الصفقه عشان هو اللي حصل لي الفلوس، خصم من حسابي 20 دولار، صح كده؟ تمام، يبقى معنى كده ان المفروض البنك يضيف لي، البنك ضاف لي 3000 زائد 80 ناقص 20 اللي هو 3060. انا بقى ما كتبتوش دول خالص، المفروض اكتبهم ولا ما اكتبهمش؟ اكتبهم وبالزياده. نروح بقى للحل كده. اهو يا ولاد بيقول لي هنا اللي هي اللي انا واقف عندها دي بالظبط، الرقم ده جه منين اللي هو ال 3060 اللي بره ده؟ بص كولكشن نوتس ريسيفبل فروم ذا بانك اللي انا هايلايتد عليه حالا ده، كولكشن اوف نوتس ريسيفبل 3000 انا المفروض يضافوا لحسابي بلس 80 برضه يضاف لحسابي،
بس البنك خد لنفسه فيز من العمليه دي 20، يبقى انا هضيف لحسابي 3060، صح كده؟ اد، يبقى ال 3060 عباره عن 3000 زائد 80 ناقص 20. طيب اخر ترانزاكشن عندنا بيقول لي في رقم 7، هجيب بس الاكسرسايز. On May 31st, the bank statement showed NSF. NSF اختصار لكلمة non-sufficient fund. دكتور لو نعم؟ هو 5A 5 ليه بيقول لي no interest has been accrued on the note؟ مش فاهم دي. يعني أنا خدت الفوائد كلها خلاص، خدتها. يعني مفيش فوائد تاني. صح؟ تمام. 3000 صح كده؟ was collected by the bank. بلس 80 انترست، يعني حصلت ال 80 مش كده؟ فعشان كده مفيش حاجه اكروت خالص في الموضوع مش كده؟ ماشي، نيجي بقى رقم 7. On May 31st the bank statement showed non sufficient fund charge ب 680 for a check issued كذا. احنا بقى خدنا ال non sufficient fund يعني ايه؟ يعني في كاستمر اداني شيك وقال لي روح اصرفه من البنك. انا مجرد ما باخد الشيك بضيفه لحسابي، صح؟ لما وديته للبنك جالي بعد شويه في البنك ستيتمنت ان الشيك ده مرفوض، ما فيهوش رصيد، شيك بدون رصيد، تمام؟ يبقى لازم اخصمه لان انا كنت سبق وايه وضفته. فعشان كده هروح بقى للاجابه. وهلاقي هنا اول رقم اهو non-sufficient fund non-sufficient fund check برقم كام؟ 680 طبعا هيتخصم، تمام؟ ده كده القصه بتاعتي بالظبط. لما خدت الرصيد بقى الكاش في الحساب، رصيد بير بوك اللي هو كاش بالانس بير بوك 6780.5، وضفت عليه اللي هو الريسيفبل والنوتس وشلت الفيز وبعدين طرحت منه الحاجات اللي بتطرح، برضه هيطلع 9000 تمام 44.5. تمام؟ احنا هنقف كده لغايه النهارده. انتوا مطلوب منكم حاجتين في القصه دي، تمام؟ رقم واحد هتذاكروا السلايدز اللي انا هبعتها لكم دلوقتي، تمام؟ وهتحلوا الاكسرسايز ده تاني، تمام؟ لان انا الاسبوع الجاي برضو هحل على ده تاني، هطلع بقى اكسرسايز من الكتاب ونحل عليها تاني. فانتوا هتحلوا الاستريشن اكزامبل اللي موجوده في السلايدز اللي احنا حلناها النهارده، وهتحلوا البروبلم دي تاني ورقه كده تقعدوا مع نفسكم، عشان ده محتاج يتذاكر كويس، عشان فكره الايه اهم حاجه الايرور واللي بتتصلح والكلام ده. هفتح بس الدسكشن تمام ونتكلم مع بعض بقى. اتفضلوا. دي الاجابه قدامنا وادي الدسكشن. اتفضلوا. ايه؟ ابراهيم؟ انا عندي سؤال بس لكم. اتفضل. هو النون سفشن فند بمعنى اصح هي معناها يعني الشيك بدون رصيد؟ ده كده بس معناها؟ اه شيك بدون رصيد. اه تمام. نورهان خالد اتفضلي. ايوه دكتور، هو معلش بس انا ما فهمتش اللي هو كاش من غير رصيد، الشيك اللي من غير رصيد ده. انا في عميل ماشي، انا في عميل بيجيب لي شيك عشان اصرفه يعني اضيفه لحسابي، فاول ما بيجيبه لي الشركه مش بيوديه البنك، تمام؟ اول ما بيجيبه لي الشركه انا بفترض ان انا الفلوس دي زادت عندي في الحساب على طول، فبقوم كاتبها بلس وابعت الشيك كده عشان يتحصل عن طريق البنك، ماشي كده؟ تمام. فالبنك بيرد عليا يقول لي الشيك اللي انت بعته لي ده من غير رصيد. ايه الغلط بقى اللي انا عملته كشركه؟ ان انا استعجلت وكنت ضفت الفلوس دي لحسابي، لازم ارجع اخصمها تاني، فعشان كده النون سفشنت فاند بتتخصم. سلمى؟ تمام. اه شكرا يا دكتور. خلاص. نورهان؟ تمام. في سؤال تاني؟ ليه النون، انا كنت بسال بس ليه النون سفشنت فاند دي بتتخصم بس خلاص. طيب اوكي. طيب سؤال تاني يا شباب؟ خلاص؟ انا عندي سؤال. اتفضل. هو ليه 20 ما اتحطتش في الليست؟ ليه اتشالت على طول من غير ما نحطها؟ الايه؟ ليه 20 اللي هي بتاعت الشارج ليه ما اتحطتش في اللي هي الليست؟ ما هو هتدي نفس النتيجه صح؟ ما يعني لو احنا ممكن نحطها عادي. خليكي معايا. اه لو احنا حطيناها تحت ليست
هنحط فوق 3080 وتحت ليس 20، يبقى النتيجه 3060. بس ليه احنا بنحطها في ترانزاكشن واحده؟ عشان دي ريليتد ببعض، يعني هو الريسيفبل ريليتد بالانترست ريليتد بالفيز، فخدنا التوتال على طول. تمام ماشي. في اسئله ثانيه يا شباب؟ طيب انا بسجل كده المحاضرات دي، هتنزل لكم على 3 اجزاء، هبعت لكم الوقت على الواتساب حالا، الاول شابتر 8 كله تمام، وبعدين الكتاب عشان يبقى موجود برده معاكم ماشي، وبعد كده هبعت لكم المحاضرات اللي اتسجلت دي تمام. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله، لو في اي حاجه ابعتوها لي على الواتساب تمام. غالبا ان شاء الله ممكن لا دكتور مكرر علينا برده يا ريت. حاضر من 6 و7 برده ماشي. ممكن المحاضره الجايه ان شاء الله تبقى يوم الاحد باذن الله تمام. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. مع السلامه. باي باي. خلي بالكم من نفسكم اهم حاجه. نعم بخليك. سلام دكتور.